خيال علمي للحقيقة، والمواضيع دي حقيقية. يعني محدش يقول لي ان السنتين ثلاثة الجايين محدش في مصر هيشتري السيارة الكهربائية اللي بتعمل بيه الطاقة الكهربائية او الدوشحة، لان دلوقتي في اوروبا الناس بدأت تشتري، لكن هي هتاخد فترة قبل ما تنزل عندنا، لان البترول طبعا والنفط زي ما انتم عارفين ايه الحمد لله بيخلص، عشان احنا خلصناه وصدرناه كمادة خام لاخواننا الحبايب في اوروبا وفي الغرب. احمد مجدي معانا، ازيك يا ابو حميد؟ الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ يعني ربما تدخل الامور الاقتصاديه مع السياسيه بس في الاخر. لا، سياسيه اقتصاديه، ثروه بلدنا يا باشا. قول لي اخبار ايه بقى التكنولوجي بتاع السيارات ستطرح في الاسواق قريبا؟ ده فعليا هو تقريبا من حوالي مثلا فقط سنه او سنتين، وده دليل على سرعه التكنولوجيا اللي بتحصل النقله، ان كان فعلا كان مجرد فكره ان هي عربيه بتطير، ده كان فكره مكت او فكره اللي هم بيحاولوا يطبقوها. دلوقتي فعليا وصلوا لمراحل معينه تمام، ان فعليا في طياره عربيه وباقي الطياره بتطير اوريدي، اقدر استخدمها وانا ماشي في الطريق في الشارع، وفجاه متحولون عامل زي فيلم المتحولون حاجات كده زي اي روبوت والحاجات دي كلها. لا، احنا وصلوا لمرحله خلاص فعليا انت معاك سيارتك وفجاه انت مثلا طاير بالطياره، البنزين خلص تقوم منزل الاجنحه داخل على البنزينه تملى الطياره تطلع تاني. طيب الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده بنتكلم في رفاهيه ولا حاجه اصلا؟ يعني ما تقوليش مثلا ان عندنا في مصر العربيه البيجو دي السبع راكب هتتحول بعد كده تبقى طياره، فاحكي لي الشارع المصري ازاي يتقبل الفكره دي انها تنزل واسعارها هتبقى ماشيه ازاي، لان احنا معانا فيديو على المواضيع دي هنحلله مع بعض دلوقتي. تمام. يعني رقم واحد، الحاجات دي صعب تنزل مصر في الوقت الحالي. تمام. طبعا انا مش بشكي، بس مشكلتنا اللي احنا لسه في سلوك في اداره الطرق احنا مش ملتزمين بيها. يعني انا اعترف بذلك، احنا ملتزمين جدا. لا، خلينا على الواقع. الناس بتوقف على الاشاره، ما عندناش عساكر في الشارع، كل امور تمام، والعربيات ما يعني ما فيش جهد، يعني فكان احنا على الارض اكتر في يعني ما فيش اكتر فايده عندنا في مصر، ان انت لما بتسوق العربيه ممكن يعني كانك لعبت مثلا اسبوعين جيم بتطلع لك عضلات. فدي مش فالفكره، هي فكره اللي اصبحت ان التكنولوجيا مقترنه تمام بسلوكيات الافراد. يعني قبل انا استخدم التكنولوجيا، لا، انا لازم تكون سلوكياتي تتطابق مع هذه التكنولوجيا. انا جاي لك ومش هسيبك، لان هناك رخصه لقياده السياره الطائره، مش اي حد يسوق السياره الطائره. عندي اسئله كثيره، هل الطرقات تحتاج لايه للتمهيد، وبره هل هناك طرقات خاصه، هل هناك مطارات خاصه لهذا الموضوع، ولا العربيه كده بتبقى ماشيه في الشارع واقفه قدام مطعم تيم تيم او اي اسم وبعد كده بتطير؟ خلينا نتفرج مع بعض في الفيديو وهنستمتع بشرحك ان شاء الله. ده كان بدايات اللي هي فكره اللي هم يبتدوا يطبقوا فكره ان هي الطياره العربيه اللي بتطير. ده طبعا كان نموذج، مجرد كان نموذج مصغر للفكره اللي هم بيعملوها. هم طبعا ما وصلوش لمرحله اللي هي حجمها صغير كده، او اللي هي فكره اللي انا اقدر اتحكم بيها بالسهوله قوي دي، تمام، لكن هم وصلوا فعلا للتقنيات. فدي المفروض اللي هي الخطوه اللي جايه على طول. طبعا هنا بيوري اللي هي فكرتها، اللي هو مجرد ان هو مستخدم محركات بسيطه جدا حتى كمان، يعني مش فكره اللي هي المحرك النفاس او الافكار دي اللي هي ممكن تحرق شخص كده، لان هو اوريدي هيبقى في مدن، فبالتالي انا ممكن وانا بلف او بعمل يوتيرن احرق مثلا عماره او شبابيك حاجات زي كده. لا، 11 سبتمبر تاني بالظبط كده. لا، فهم ابتدى يستخدموا اللي هي بتكنولوجيا معينه اللي هي بدفع الهواء، مجرد ان انا بسحب هواء وبدفعه فهي بتتحرك، فاصبحت زي شفاط، زي الشفاط اللي في المنازل بس بقوه اقوى شويه. مفيش هنا لا غاز ولا بنزين. بالظبط. لا، هو طبعا بنحيي هنا الخطوط الجويه القطريه، وده مش اعلان، لان هم يمكن اول اسطول طائر في العالم دلوقتي بقاله كذا يوم بيطير بالغاز الطبيعي عشان يوفروا، هم عندهم غاز طبيعي كتير وعشان يوفروا فيه الوقود الاخر. وهنا بيوري اللي هي في المدن، يعني واحنا شايفين كده في المدن هو بيجي حجمها حتى كم حجم العربيه، شوف اللي هي الترافيك، بص الشارع كله واقف. دي ميزتها بقى، بيقول لك مثلا لو في حادثه او في حاجات زي العربيه 128 تحت. ايوه بالظبط. لا، دي خلاص، دي المفروض يعني تكنولوجيتها انتهت من زمان جدا. ايوه بقى، شوف حتى عربيه الاسعاف بيتكلم، يعني احنا محتاجين الاسعاف هو اللي يكون طائر. بالظبط كده. ده قد ايه هيبقى مهم. هو بره اوريدي بره بيستخدموا الهليكوبتر في الاسعاف، بس اوريدي الهليكوبتر مش مسعفه، يعني ليها لازم اماكن معينه في الاماكن المفتوحه، يعني احنا بنتكلم في مدن او حاجات زي كده، فاصبحت فيها ايه صعوبه في اللي انا اقدر اسيطر عليها. فريدي دي هتنفع في مجالات، ودي من مجالاتها اللي انا الحق منقذ، يعني ممكن العربيه دي تساوي حياه بني ادم. طب العربيات الطائره دي هتبقى مخصصه لاثرياء العالم، ولا هتبقى عربيه شعبيه طبقا للدراسات اللي انت طلعت عليها؟ اللي هيحكمها ساعتها مدى انتشارها،
يعني حتى علماء الاقتصاد يقول لك ايه، كل ما المعروض من البيع بيزيد كل ما تقل ثمنه. صحيح. فبالتالي لو هم اختصوها لمجموعه معينه او ابتدى ينتج منها اعداد معينه، زي مثلا عربيه الروز رايز بتنتج منها اعداد قليله جدا، فبالتالي تلاقيها مع الاثرياء بس، وبيظل ايه تكلفتها عاليه. طيب خلينا نتفرج مع بعض على الفيديو اللي معانا ده ايضا، ولكن عاوزك تقول لي هل في منتجات لسيارات طائره في الاسواق حاليا ولا لسه متوقع؟ هو اوريدي متوقع جدا، لان تم عملها تماما فعلا، وهتبقى معانا ان شاء الله في الماده اللي جايه دي. لكن لسه تحت التجارب كلها. يعني ايه اوريدي؟ بعض الاشخاص اشتروها فعليا. يعني بعض وكون محدد اكتر. المخرج استاذ كريم بس على الشاشه معانا عشان المشاهد كده ايه يشوف معانا، الله يخليه. طبعا احنا هنا شايفين ان دي طياره. تمام. يعني دي في نظر، لا دي عربيه. تمام. هي في الفعل هي عربيه. هنشوف دلوقتي ايه فكره اللي هي شكل طياره طبعا احنا شايفين اللي هي محتاجه مساحات، يعني احنا عاملها على هاي واي. تمام. لو احنا لاحظين كده اللي هو الطريق، يعني السياره الطائره عاوز حاجه زي مطار القاهره كده، ما ينفعش تبقى في الشارع للاسف في الوقت الحالي دلوقتي. في العالم كله بالظبط كده للاسف لغايه دلوقتي. طبعا هي كل ده عربيه، حتى الكاوتش بتاعها لو احنا بصينا عليه تحت كده الاطارات بتاعتها هي اطارات سياره. يعني هي قدرت، لان اوريدي اطارات، لو احنا عرفنا ان اطارات الطيارات ليها بتبقى مجهزه معينه، ليها تجهيزه معينه، بتبقى كلها صب مش منفوخه. تمام. لكن دي عاديه، دي زي السياره اللي زي الكاوتشات العربيه او اطارات العربيه. تمام. احنا ركز هنا، ده طبعا بيوري التكنيكا او التصميم المكت للسياره اللي متحول. بص هنا الهاند تنزلها اللي هي بتاعت الطياره، تحكم الطياره. ده معناه ان انت هتحتاج انك تسوق سياره بس، خلاص ده معروف، لكن انك تسوق سياره طائره ده محتاج رخصه جديده. الاجنحه هي كانت مغلقه. خليك معايا. خليك معايا. تمام. احنا انت كده محتاج رخصه جديده. صح. طبعا. بس طبعا. ايه افهم انا كمان معاك. تمام تمام. مظبوط. طب بره بيعالجوا المشكله دي ازاي؟ يعني هل المرور هو اللي بيدي بقى الرخصه دي، ولا هنا هو الطيران والناس المسؤولين عن الطيران؟ هنا برضه مشكله. تمام تمام. لا طبعا القوات الجويه هي اللي هتبقى مسؤوله عن ترخيص الحاجات دي، لانه اوريدي بيبقى في مجالات معينه ما ينفعش اعدي عليها، مثلا بيت مثلا شخصيه مهمه او بيت شخصيه سياسيه ما ينفعش اعدي من فوق، ممكن الناس تستخدمها في. طبعا اي حاجه ليها ايجابيات وسلبيات، ممكن الناس تستخدمها بسهوله جدا في السلبيات. تمام. زي ما حصل، زي ما شفنا في حوادث كتير في طيارات عاديه، فما بالك بقى لو اصبحت مجهزه في ايد اي بشر ومستخدمه بالتكنولوجيا اللي احنا شايفينها. بس طبعا غير مستحب لما الطيارات دي تنزل ان يجي شاب كده عنده 16 17 18 سنه يقول للبابا يا بابا انا عاوز ايه؟ سياره بتطير كتير عشان اروح بيها الدرس. ده شيء مخيف وليس شيء مضحك بقى. يعني احنا دلوقتي بنضحك ان الشباب في ثانويه عامه بياخدوا العربيات من ورا اهلهم وبتاع، تبقى مشكله دي. فاحنا قلنا ايه عشان كده نرجع لليه السلوكيات. طيب عاوز اعرف، متوقع انها السياره الطائره دي اللي احنا شفناها وبدات تنتج بالفعل، وانا قرات عن هذا الموضوع زيك كده اهوت، انها تطرح امتى بقى في الاسواق؟ زي ما قلنا هي ما زالت دلوقتي في مرحله اديني فتره، تطرح امتى؟ 2011 2012 يعني اديني زمن. ما نقدرش نقول لزمن معين لسبب واحد. اوريدي طالما شيء تحت التجارب، ممكن وانا بقول دلوقتي هم كانوا محددين اللي هم مثلا في 2012 هتنزل. صحيح. تمام. ده صح. بس للاسف ممكن واحنا دلوقتي في وقتنا الحالي تمام تظهر لهم مشكله او حاجه معينه فيضطر العلماء ياجلوها. انا رايي ان بالكثير من هي 2012 بالظبط كده هيكون هناك سياره طائره. بالظبط. وبدايه نزولها هتبقى في الولايات المتحده الامريكيه دوت، يعني كتحديدا فرنسا طبعا. سوشن فرنسا طبعا. طبعا هي فرنسا طبعا مش لان في حاجه جميله جدا بقت الدول تعملها دلوقتي، ودي حاجه مهمه جدا لازم نلفت نظرها. اوريدي ممكن دوله ما تكونش عندها تكنولوجيا عاليه بس تعمل حاجه وتبقى هي رائده في التكنولوجيا، بيعملوا المعارض الدوليه. المعارض الدوليه قد ايه دي مهمه جدا. يعني مثلا لو شفنا مثلا خدنا فكره مثلا بدبي، دوله دبي عملت معرض مثلا عن الكمبيوترات وتكنولوجيا الكمبيوتر وكده، اصبح بيقول عن دبي ايه اللي هي صاحبه التكنولوجيا وصاحبه ما اعرفش ايه وعندها 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 وعندها. هي دي الفكره. جالها علماء بالظبط كده، اصل جالها علماء من بره، الناس بتسوق المنتجات بتاعتها فاوريدي اطلعوا على العلماء دي. اشرح لنا بقى دي هنا، يعني مثلا هنا بيقارن بحجم الطياره او بامكانياتها، هما الاثنين زي بعض بتقول لك يعني مفيش تقارن. بس بتمشي زي في الشارع بالاجنحه بتاعتها كده. يعني بتتجمع. بتتجمع. يعني احنا في الماده العلميه وهي في حته قدام هتشوف اللي هي الاجنحه بتاعتها بتتجمع. علق لنا على الماده الفيلميه اللي معانا، لانها يعني هنا مثلا دي الهاند اللي هي المفروض انا بتحكم بيها. تمام. ابتدي نزلها ودلوقتي بيستخدمها كعربيه. شوف هي دي الاجنحه اللي احنا قلنا عليها، الوينج بتاعتها هي كانت هي ملمومه عشان تبقى عربيه، دلوقتي هتتفتح عشان تبقى طياره. وقد ايه سلسه، يعني امر سلس.
ده طبعا منتج حقيقي مش ده منتج حقيقي وتم انتاجه مش ماكيت وانا شخصيا قرات عنه في اكثر من شركه بتنتج ده تم انتاجه فعليا يعني تم انتاجه في بعض يعني هتلاقي حتى يعني بعض الاثرياء ابتدوا يشتروها تمام بعد طبعا بتبقى واحده بتستنى بص يعني هيبقى دي ده شارع عادي وبينزل بنزينه يمونها عادي طياره تنزل بنزينه زي كنا بنتفرج على افلام جيمس بوند والحاجات الخياليه اللي في ايام السبعينات والثمانينات يقول لك اللي هي عربيه وفجاه تحاول تطير لا دلوقتي بقى حقيقه مش مجرد بقت افلام وفانتازيا وحاجات زي كده فيستغلوه بتاع البنزين مش هياخد النص جنيه النص جنيه اللي بياخده من العربيه العادي ياخده ويطير على طول ياخد عربيته ويطير ياخد بالدولار طيب ايه تاني ماده في الميه معانا عندنا نوع تاني اخر من انواع وهي بتبقى مجهزه اكتر يعني هي واخده نوع اكتر من العربيات الطائره تمام لكن دي بقى هنقول من غير اجنحه هما بقى يحاولوا يقللوا الجزئيه دي لا اللي احنا هنشوفه دلوقتي معانا من غير اجنحه معتمد على مواتير فكره التكنولوجيا الاف 16 ايه الاف 16 ايه ميزه يعني مثلا لو احنا فكرنا الطيارات اللي هي الاف 16 اف 22 الحاجات دي كلها ايه فكرتها او ليه اشمعنى ليه التحديث في كده لكن الطياره دي مثلا لما بتيجي مثلا على الران واي او اللي هو الطريق اللي المفروض اللي بتنزل فيه بسرعه عاليه تمام لا الطياره دي ممكن تقوم تنزل زي الهليكوبتر طياره حربيه بتبقى بسرعات عاليه تنزل وتطلع بس دي اوريدي اللي هي السكاي كار اللي خدوا منها فكره الاف 16 يعني اوريدي لو احنا بصينا على المحركات بتاعتها هي اوريدي عربيه عاديه تمام بس عربيه نفاثه تمام يعني بتجري يعني سرعتها اسرع من سرعه الصوت تمام احنا بنبص يعني طبعا هو هنا بيركبوا لها ايه زي واير عشان طبعا هي في مرحله برضو التجربه فخايفين مثلا قدر الله مثلا تفصل المواتير او حاجه فما تقعدش تتدمر على حد او كده فهي بس هي اوريدي هي طياره عربيه نفاثه تمام طبعا سرعتها اسرع من الصوت ويبتدي المحركات تستخدم زي محركات الاف 16 طياره الاف 16 فيها جزء مانيوال بتقوم بتتحرك كده اهو فكده هي بتعلى فوق زي اكنها زي فكره طياره الهليكوبتر بتطلع لفوق عموديه بالظبط كده عموديه يعني طبعا دي احدث من مش احدث يعني دي مور بروفيشنال عن الاول اللي هو السكاي كار العاديه بالظبط العاديه دي ممكن الشخوص عاديين يركبوها لكن دي عاوزه ناس اكثر خبره في قياده الطائره بالظبط كده بالظبط كده حاجه وبرده هي فكره يعني مثلا الناس تقدر تقودها بسهوله قوي الجيت باك بس ده ماكيت ده مش لا ده حقيقي ده حقيقي انا شايف ماكيت هو في حبايه ما هو الواير دوت عشان احنا قلنا لو احنا بصينا هو هتلاقيه مرخي مش هو اللي شايلها صحيح ليه بقى؟ احنا قلنا عشان المقدر هي تحت التجربه لسه فبالتالي افرض مثلا قدر الله مثلا الموتور وقف تمام فما تقعش تدشدش كل العلماء اللي عاملين يتعبوا في الجزئيه دي تقع تتدمر فهي دي بس الهدف منها الناس بتسقف اهي بالظبط كده لا هي رائعه طبعا بس ده دي تجربه لسه لكن الاخرى تطرح في الاسواق تطرح في الاسواق بس طبعا احنا قلنا عيوبها اللي هي ايه ليها اجنحه فانت محتاج كل الوينجز دي كلها محتاجه ان انت تلمها زي دي يعني دي كانت بتطير من غير ايه اجنحه فمش محتاجه ومش محتاجه ران واي دي بتطير من مكانها ترتفع زي الطياره الهليكوبتر عموديه فدي ميزتها دي هنا كانت تجارب بيحاولوا يعملوها تانية طيب عربية عادية يعني هي مجرد عربية وبيبتدوا يتخيلوا بقى لو العربية بنفس شكلها مثلا اللي احنا بنسوقها في دلوقتي حالي بتطير فيها تكنولوجيا بتطير عن طريق بقى الهيليوم عن طريق اي بس هم طلع لسه ما وصلوش لتكنولوجيا معينة تخلي الطيارات بتاعتنا زي البنزين تحول من عربيتك من بنزين لغاز دي خيال شوية لسه مش يعني لم تدخل في حيز التنفيذ التجاري زي بالظبط كده بالظبط كده هي للاسف هي طبعا بس هم بيحاولوا فعليا ان يستخدموا حاجه الهيدروجين لان الهيدروجين عنده اكتشفوا اللي ليه قدرات هائله فعلا اللي هي ترفع مساحات كبيره او اوزان كبيره لاعلى او تتفادى الجاذبيه هنشوف معانا دلوقتي على الشاشه السياره التي تطير دون اجنحه بقى بس طبعا اللي هنشوفه ده ماكيت خيالي مش حقيقي لسه بس العلماء بيفكروا جديا في هذا الموضوع خلونا ننهي فقره السيارة الطائرة بالمادة الفيلمية اللطيفة دي مع أحمد مكتي. اتفضل استاذ كريم. زي دي احنا بصينا عليها هو مجرد ده ماكيت دي سيارة عربية اوريدي تقريبا يعني بتبقى موجودة في الأسواق وممكن نشوفها في الأشياء اوريدي هو بيتحكم لو احنا بصينا هو بيتحكم فيها عن طريق مواتير من الجناب مراوح صغيرة بس طبعا ده ماكيت لسه هما بقى عايزين يطبقوا فعليا نفس الشكل ده بالظبط. بتطير بالهيليوم؟ بتطير بالهليم يعني عامله زي البالونه الاطفال اللي بيشربوا بلالين بالظبط كده بترتفع تبقى عامله زيها تفتح البلالين فالبالونه ترفع بس طبعا سرعتها هتكون بطيئه تبقى عامله زي المنطاد على فكره بالظبط بس هي فيها مشكله بس يعني هو اوريدي هو علشان يوصل للمرحله دي هو هيضطر يخفف من الماتيريال بتاعه البودي بتاع او البادي بتاع الجسم العربيه فبالتالي دي هتسبب مع السرعات تسبب مشاكل اكتر لو بقى استخدمناها كعربيه عاديه فللاسف طبعا يعني كل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها بس مش هتكون سريعه هي
هي مش هي يعني مثلا لو مقارنة بال يعني دي هتوصل ل 1500 متر 1500 ميل في الساعة، يعني تعتبر برضو مش قليل. مش 1500 ميل يعني كم لو حولتها بالكيلو؟ لو حولناها بالكيلو هنقدر نقول، خلينا الميل لو حولناها بالمتر هو تقريبا حوالي 120 سنتي، تمام؟ فلو قلنا مثلا لو حللناها بالكيلو هتبقى اقل بحوالي مثلا ايه 900 او اقل مثلا، في حدود مش هتكمل يعني حولها لك بالكيلو. انا ماليش دعوه بالتحويلات بتاعتك دي، حاجات حسابيه. الارقام بتاعتك اللي انت بتحولها انا مش مسؤول عنها، مش عارف التحويل بتاعك ايه. احمد امتعتنا بالتطبيقات الاخيره للسيارات الطائره التي سوف تطرح في الاسواق، ليس خيالا علميا. شايفين العالم ازاي بيتغير، كيف يتغير العالم. صحيح مصر احنا هنا بنتغير، لكن التغير الذي يحدث في العالم اسرع بكثير جدا عما يدور في مصر. نعم مصر تغيرت خلال 10 و 20 و 30 سنه الاخيره، لكن معدل التسارع الاكسلريشن هل هو زي ماليزيا زي الهند زي الدول اللي بره دي؟ الاجابه عندكم مش عندي. تحب تقول حاجه يا احمد في نهايه الفقره دي؟ اشكرك. لا تعليق. نورتني. اشكرا لي احمد مجدي، بنستمتع دايما معاك في تكنولوجيا الطيران الممتعه جدا، والناس كثيره بتحب تتفرج عليه، حتى في فتيات بعد الحلقات بعد المظاهرات قالوا لك ايه ده احنا عاوزين كمان نبقى مظاهريات وبتاع، يعني بس مش الجنس الخشن هو اللي بيحب. ولكن اللي انت سمحت لنا الفرصه واجبنا ده واجبنا ان احنا نستفيد من افكار ومهارات كل المتميزين في الابتكار والاختراعات والتكنولوجيا. شكرا يا احمد. شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد الفاصل بقى نبدا نخش في اللي اتكلمنا عليه في بدايه الحلقه، يكون معنا حصريا. اذكركم من جديد ميهاي بريكوبي اللي هو